تعرف ما بعرف ليش الواحد وقت يكون قاعد عند طبيب نفساني بيحكي كل شيء عنده، كل شيء عم بيوجعه، كل شيء عم بيفكر فيه، كل شيء. حلو، طب احكي. بدي احكي لك بأي صفة؟ بالصفة اللي بتريحك، إذا بدك صديق. صديق؟ أنا قلتلك أنت حديد الصفة. إيه وليه أنا لازم أخذ القرار؟ لأنه هيدا حياتك، ما فيك تخلي حيال حدا ياخذ قرارات عنك. طيب دكتور، عندي سؤال أسألك إياه. تفضلي. مثلا حسوب إنه أنا كنت ماشي بالشارع وإجا واحد وتحرش فيي، انتبه هلا مش إنه تحرش، يعني ضايقني زعجني بهالمعنى، وأنت شفته، شو بتعمل؟ لا شو هيدا اختبار؟ مين فينا الدكتور؟ هلا بليز بس قلي شو كنت بتعمل؟ بحكي بفهم منه شو عم بيصير. معقول يخبر شرطة؟ ما بعرف. يعني ما بتضربه؟ إنه أضربه لا، أكيد لا. طب ليك اعتبر إنه هيدا الزلمة كان جوز كريم؟ هيك أكيد ما إلي حق أتدخل. ما بتتدخل، مع إنه أنا حسيت إنه في إعجاب بيناتنا. بقى قلت يمكن بيكون رأيك غير هيك. حتى لو كنا بعلاقة صريحة، أنا ما إلي حق أتدخل بحياتك. بس أنا قلت لك إنه أنا وجوزي تركين. تركين شي، منفصلين شي تاني. طيب عموما ميرسي دكتور. دكتور؟ ايه دكتور، لانه انت طلبت مني انه انا حدد الصفة يلي بتريحني، وانا هيدي بتريحني كتير ومش شوي ابدا، فعن اذنك. شو بصير معي؟